متابعين معكم محطاتنا، انا عيني على المفن اللي عند الشيف لانه عم بوزع على الشباب كلهم يعني من الصبح، وطبيعتي بعدها قاعده هنيك وانا عيني عليها خايفين عليها. اكل احوي رح نروح لعنده لحتى نشوف وين صار بالدونات وبنرجع ورشه ملح. هون يا غيدا، ليك وين غيدا؟ شايل لك اياها. تحضيرات الدوناتس، نحن عم نحضر الحشوة اللي كنا بلشنا فيها من شوي، اللي هي عبارة عن 500 ملي من الحليب، 10 ملي من الفانيلا، 4 صفار بيض، 40 جرام من النشا، وطبعا في عنا الفانيلا، قلنا انه فينا نستعمل العود الفانيل او فينا نستعمل السائل، ما فيها مشكله. طبعا بنحط 50 جرام من الزبده ولنطعمها تصير شوكليت، فينا نحط 50 جرام من الشوكولا الاسود، فينا نعملها على قهوه، فينا نحط تقريبا شي 15 ملي من القهوه او ملعقتين من القهوه المكثفه مع الحليب، وهون بصير عندنا طعمات. مثل ما شايفين خلطنا الصفار مع السكر مع النشا، خلطناهم مزبوط. كان عندنا الحليب على النار، من بعد ما اغلى الحليب مع الفانيلا، طبعا وحطينا فانيلا مع الصفار والسكر والنشا، ومن بعد ما اغلى الحليب حطيناه فوق المزيج الصفار البيض ورجعناه على النار. ومثل ما شايفين هون، يا ريت الكاميرا بتيجي بتاخذهم، نحن عم نغلي فيها وعم نحرك، وليك بلشت تشد حشوة ولا أطيب من هيك. فيكم طبعا في لحشوة الدوناتس فيكم تستعملوا يعني في حشوات شوكولا قابل للدهن، فيكم تستعملوه موجود بالسوبر ماركت، وفيكم تحضروه كمان، منا مسألة صعبة. فيكم تعملوا جناش الشوكولا اللي هو عبارة عن شوكولا أسود بارد، 100 جرام من الشوكولا و100 ملي من الكريم، من بعد ما يغلي الكريم على النار بنكون مقطعين الشوكولا، بنضيف الكريم فوق الشوكولا المقطع على البول الثاني وبنحركهم، بصير عندنا الجناش. من بعد ما يبردوا بنحطهم بكيس سكب، ورح نشوف التفاصيل بعد شوي. هون عندي مثل ما شايفين هون شدت وناطر تطلع المي منهم، قلنا فينا نحط بدل النشا كاسترد باودر. هون بنطفي النار مشاهدينا وبنحط الزبده، فينا ننطر الزبده نضعها تكون حرارتهم نزلت، ولكن وقتنا هلا ضيق، وراح نعمل شغله من بعد تتفكك الزبده فيها كما شايفينها كثير حلوه. راح نعمل شغله اللي هي انه نقسم مزيج لقسمين، اول اذا قلنا الوصفه كلها بنجمعها وبنقسمها على اثنين. عندي هون لازم اخذ شي 365 جرام، اتركهم للفانيلا، حطينا 350، وباقي المزيج بيروح معنا مع الشوكولا، من قلبه مع الشوكولا بصير عندنا كمان حشوه شوكولا. غيدا الكاميرا لك، رح نرجع مشاهدينا نكمل وصفتنا لليوم. شكرا شيف، رح نتابع محطاتنا انما هلا رح ننتقل لعند دومينيك ونكون مع تي في شوبينج. اليوم دومينيك مع اثنين ايتمز بالاستوديو، وحده للعنايه بالوجه والثانية للعنايه بالبطن. بالبطن بالتم وبالتم اكيد. صباح الخير دومينيك، كيفك غيدا؟ الحمد لله. مس الحال. اليوم مثل ما عم بتقولي عنا تو ايتمز، ثري ايتمز لانه في اوفر صح. السنيك كومبلكس اللي هو اول ايتم رح نحكي عنه، بيرجع في نيو ويف اوفن يلي جاي مع الاوفر تبع الوندر ماجيك. هلا السنيك كومبلكس هو كريم انا بعتبره عجيب من ناحيه الريد يلي شغلته انه يقيمها. عجيب للتجاعيد. عجيب للتجاعيد، حبيت. شفتي بدنا ننغم لها هيك صوتك حلو هلا. بدك تعملي لنا شيء. هيدا معمول من خلاصه سم الحيه. هلا نحن وقتها بنسمع هيك شيء بنقول يا لطيف شيء بيرعب يعني، بس هو ان فاكت السم الحيه عنده انزيمز وبروتينز كثير بينفعوا للبشره وللوجه،
بيغذوا كتير، في عندهم اشياء مسمه بس اون ذا اذر هاند عندهم اشياء كتير مفيده. هلا معمول مثل ما كنت عم بقول من خلاصه سم الحي كرمال يشتغل على شل العضلات شوي شوي تبع وجنا يلي هي بتسبب الريد. هلا نحن بنعرف انه وقت بتعقصنا الحي حي لمحل بتبارلايزز بتشل المحل يلي عقصتنا فيه، دونك السم تبعها بيخدر العضلات بيشلهم ما بيقعدوا بيقدروا يشتغلوا العضلات. هيدا فيه هيدا السم يلي مفيد بكوانتيتي قليله بس اوفر يعني اون ذا لونج ران كل ما نحط هيدا الكريم بعد فتره بده يبلش هيدا الشغله تشتغل على مفعوله على العضلات تبلش تخفف لهم من القوه تبعهم حتى يخفوا الريد يلي عنا اياهم. يعني مثل البوتوكس نوعا ما لانه البوتوكس بشل كمان العصب. اكزاكتلي بس هيدا منا اول شيء بدنا نخفف تكاليف البوتوكس اللي هي كثير غاليه. صحيح. الوجع تشكت الابر يلي هن بيوجعوا بالاضافه انه اوقات البوتوكس فيه ريسك انه من محل يزبط من ثاني محل لا، يعني بدك تكوني انت وشطارتك. والبوتوكس كمان ما بحياته قدر يوصل على الرقبه او على الايدين، يعني العمر بينفضح اكثر شيء بتفضحنا هي الرقبه والسبوتس والايدين والتجاعيد كلها. سو هيدا الكريم بيغذي كثير الوجه كما انه بيشتغل على العضلات. هلا في عنا تو اوبشنز، فينا كرمال نغذي نحطه على كل الوجه بيعطينا النضاره والاكلا يلي والتنفيخ، بتصير تحسي وجهك هيك منفخ وجديد جديد بتحسي غير عن الكريمات العادي، او اذا بدنا نضم على الكريم تبعنا فينا نستعمله بس على المحل محلات يلي هي بتعمل الريد التجاعيد بوجنا يلي هن اهم شيء حوالي العيون، يعني نشبع حوالي العيون على الفورهيد على الجبين حوالي التم محل ما منضحك هون على الخدود اوقات بيكون في عنا تجاعيد، واوقات كثير كمان فوق الشفه بيصير في تزمزم. صحيح. سو فينا نحطهم بهدول الاماكن، فينا كمان نحط على الرقبه نغذيها نشبعها، واذا حابين كمان فينا نحط على الايدين. هلا في شغله ضروري اولى للمشاهدين انه هيدا الكريم منه من ليله لضحاها بدنا نشوف الفرق انه كانه عملنا بوتوكس وشكينا حالنا، هيدا ما بيشتغل بهالطريقه، قبل ثلاث اربع تجميع ولا يمكن نلاقي نتيجه من ناحيه الريد عم بحكي. صحيح، ما في شيء نتيجه واضحه قبل ثلاث اربع اسابيع، قبل ثلاث اربع اسابيع الا اذا حطيناه على كل وجنا بنبلش نحس بالاكلا، هيدا ببين قبل الشغله تبع الريد. سو التريتمنت هو كونتينيوس، مش انه شيء بدنا نحطه نهار نرجع ننسى ثاني نهار او نحطه على بكره ننسى نحط منه عشيه، ضروري نحط منه على بكره وعشيه كل يوم حتى نبلش نشوف نتيجه من ابتداء من ثالث جمعه. يعني اول شيء بنشوف دغري النضاره بتبين دغري وبعدين بدنا ننطر لحتى نشوف نتيجه على التجاعيد. صح، فيه غذاء كثير، فيه غذاء كثير، يعني الانزيمز والبروتينز يلي من امين من قلبه هن اللي بدهم يعطوك النضاره والاكلاء والتنفيخ يلي بنبلش نحسه انه الوجه مغذى هيلثي. اوكي، هلا العلبه بتجي فيها اثنين هدول الانينتين، يعني هي يلي هن 30 مليلتر معمولين كبرون حقه 74 دولار، وهيدا ضروري اقول وشدد انه هيدا شغل هولندا بالمختبرات تبع برا، ما في شيء ابدا ابدا بيضر، بالعكس بينفع. هلا كل ما يكونوا الريد اغمق، يعني كل ما تكون المراه بعمر اكبر بده ياخذ اكيد وقت اكثر لتبين النتيجه، وكل ما حدا يكون يونغ بيشتغل ببلش بريفنشن حتى ما يصيروا اغمق الريد، كل ما بنلاقي نتيجه اكيد مبكره وسريعه اكثر. صحيح. اوكي، سو هيدا هو اللي واصلين لعندهم على البيت 74 دولار وفقط عبر عالم الصباح. برافو غيدا. الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو نيو ويف اوفن يلي هو طريق اوفن حديث كثير بيفيدنا، بنستغني عن الفرن وعن الميكروويف وعن كل معدات المطبخ كلهم بوحده. بيشتغل على فكره الكونفكشن الكوندكشن والانفراريد، هلا بفسر عليهم عنهم بعدين. بدي احكي عن القطع يلي موجوده فيه، اول شيء بيجي صينيتين
بهالحجم. الحجم الكبير العائلي اللي فينا نطبخ فيه اشياء كبيره، واذا بدنا نعمل صينيه تارت او يلي بدنا بالحجم الاصغر في صينيه ثانيه. بيرجع في رفين، هيدا الرف يلي هو اعلى من الرف الثاني، كرمال فينا نحط مثلا اذا بدنا نحن نعمل حسابي غيدة طبخه، فيك تقول حسابي عملت ستيك مع خضره تحتها او مع بطاطا مشويه، فينا نحطهم على ستيجز يعني على وحده اعلى من الثانيه يلي بدنا نحمرها بنحطها فوق، مثلا البطاطا اذا بدنا نشويها وتحمر وجهها مع جبنه فوقها، وبنحط الستيك بالرف التحت، وبنحط حسابي كمان هيدي الصينيه بالكعب بنحط خضره ايه تستوي تلاتتهم مع بعض بتصير بتكون عملت طبخه بكامله بمكنه وحده، وبتحطي اكيد مثل ما بنشوف هون على التايمر، فيك تحطي التايم يلي بدك اياه، مثلا الستيك ما بتاخذ اكثر من 10 12 دقيقه، بتعايري وبترجع بحسب البطاطا، بتقيم الستيك قبل بتخلي البطاطا شوي، الخضره اكيد بتكون استويت. هلا بيرجع في عده خصوصي للبيتزا يلي هي شغلتها مختصة، هيدي بتستحلي تعمل تارتات وبيتزا فيها. في هيدي السيليكون تري يلي معمولة من سيليكون بتطعج، هي شغلتها انه نحط اول شيء البيتزا وجهها نزول، يعني الجبنة والتوبينج كله نزول، وما نخاف انه كيف بدهم يهروا وينزلوا حتى ينطبخ كعبها بالاول، منفوتها عليها بينطبخ كعبها بالاول، وقتها بيستوي الكراست منرجع بواسطة هاي يلي هي شغلتها تحمل هاي بتكون بقلبها، منحملها ومنبرمها بقلبها، ومنقيم السيليكون تري عنا أبدا ما بيلزق شي فيها، بس الأكسترا زيوت بيضلن فيها وهي بتبرم، نرجع فينا نبرمها ونحطها لايك 3-4 minutes بقلبها كمان حتى نحمس كعبها. Exactly. نحمر الوجه والجبنة. اوكي سو بيجي فيها هيدا البانس كرمال ما نحرق ايدينا وقتها بدنا نلقط سيليكون تري، واخر شيء بنحط البيتزا على هيدا الودن بورد يلي كثير حلو ومرتب، يعني فينا تو سيرفت على الطاوله اذا عندنا حدا. اوكي هلا كيف تشتغل النيو ويف اوفن بسرعه بدي اقولها كرمال الوقت، بتشتغل على انفراريد ريز مع هواء عم بيبرم كرمال يستوي الاكل من جوا ويحمرهم من برا، يعني انت فيك تقيم يلي هي احسب احسترات دجاج متلجين من الفريزر، يو دونت نيد تو ديفروست بالمايكرويف ابدا، بتحطيهم مثل ما هي بقلبها، وهي بتشتغل بطريقه انه تزيل التلج هي وعم بتستويها بمياتها من جوا، يعني قلبها بصير كثير مستوي وبتحمر لك اياها كلها من برا. هيدي الشغله الفرن العادي ما بيقدر يعملها، انه بذات الوقت تكون الحراره ايفن من برا ومن جوا وتستوي وتحمر بذات الوقت، في كثير اوقات بدنا نعملها ديفروستنج قبل نرجع نفوتها. بعدين شغلتها هي معموله هي بامريكا كرمال الهيلث سنترز، كرمال الدايت، يعني كل شيء زيوت بتنزل بالكعب. لتحت بالكعب. طريقتها كثير بتشتغل بالطريقه انه كل الزيوت تظهرهم من قطعه الاكل يلي نحن عم نعملها، مثلا لحمه همبرجر مره جربتها بقلبها ما بتتخيلي قد ايه نزل زيت بكعبها. قلت يعني او ماي جاد ما بتعرفي شو عم بيفوت على جسمك عن جد. مزبوط. سو هيدي كثير هيلثي للجسم وللصحه، بتكون عم تاكلي اكل كثير طيب بلا ما تحرمي حالك من الاكلات الطيبين، بس بذات الوقت عم تاكليهم هيلثي. صحيح. النيو ويف اوفن حقها 155 دولار، واليوم عاملين معها اوفر تبع الوندر ماجيك، اذا بتشتروا النيو ويف اوفن بيطلع لكم الوندر ماجيك فور فري، وهيدي مكنه كمان بتسهل الحياة كتير، مثلا أنا بدي أسقس أشياء بتجي مثلا هي فيها شفرتين يلي السكويرز الأكبر فيها كرمال أكبر. القطع نقصهم أكبر، والشفرة يلي هلأ حطيتها بقلبها السكويرز أصغر كرمال إذا بدك تقصي أشياء مفرومة أصغر، بيجي فيها علبتين مثل هولي كرمال تركبيهم بهالطريقة عليها. هلا انا رح احط مثلا حص ثوم، حصوص ثوم تمتلي مثلا ايديك بدك تقصقصيهم صغير، ريحة الثوم ما بتروح. هيدي انا ملاقيتها الطريقة الافيشنت والمهضومة. يا حن ليك شو مهضومة؟
قصقصوا كلهم بدقيقة. فيك تحطي خضرة كلها، خيار، بطاطا، فيك تعملي سلاد دو فروي فيها. فيري براكتيكال بدقيقة. كمان ليك شو مهضومة. ايه كمان عن جد خرج تعملي سوب تقصقصيهم الانجريدينت خص شوربة خضرة أو سلاد دو فري فيها. فيري براكتيكال وسهلة، ما إنه بدك تشدي وتتعاركي معها. هلا الوندر ماجيك للي بحب يشتريها لوحدها بلا القفر حقها 33 دولار، واذا اشتروا نيو ويف اوفن بيطلع لهم اياها فور فري. اكيد ده حتى يحصل عليها اليوم هيدا القفر، اليوم القفر يلحقوا حالهم يلحقوا حالهم. شكرا دومينيك، رح نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله بعالم صباح. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، ضيوفنا بيكونوا معنا واكيد محطتنا طويله مع الشيف فيصل. خليكم معنا.